السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كداري لاباس عليكم سيدي. ولله الحمد. عافاك عيط لك دكتور، اليوم بغيت نسولك على واحد الحديث ما تأكدش منه صحيح ولا لا، الله يخليك. نعم. عنده علاقة بحال هكا ذكرى المولد النبوي. نعم. كاين واحد الحديث لا تجعلوا يوم ميلادي عيدا. نعم. عافاك تفضل يلاه يخليك، ومدى الصحة ديالو وزعما الاحتفالات اللي خصنا نديرو بهذه المناسبة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعم. شكرا للأخت فاطمة الزهراء على هذا سؤال وجيه. والحديث ليس هكذا، الحديث ليس بهذه الصحة وليس بهذه الصيغة. الواقع هو أن العلماء اختلفوا في الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء قالوا بأن هذا الأمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد الأئمة الأعلام، وإنما وقع بعد القرون الثلاثة الفاضلة، يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كتسمى القرون الثلاثة الفاضلة. والناس فيما بعد في عهد الفاطميين أحدثوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن المغاربة كانوا سباقين لهذا الاحتفال. لكن ما السبب في هذا الاحتفال؟ وهو ابتعاد الشقة، ابتعاد الزمان. الصحابة لم يكونوا يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده، لأن سنته كانت حاضرة معهم، ولأن حياته كانت بين أظهرهم. ولكن في العهود اللاحقة لما تقدم الزمان ونسي الناس سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يحتفلون بذكرى عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتفلون بذكريات أخريات ونسوا هذا النبي الأكرم، هنا بعض العلماء قالوا من المستحب أن نقوم بإحياء ذكرى مولده لنجدد الإيمان في قلوب المؤمنين أجمعين. بل في السنوات الأخيرة لما كثرت الاعتداءات على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعنا في بعض البلاد الأوروبية من يرسم صورا كاريكاتورية لكي يرسم وصمة العار بهذا النبي الأكرم، وسمعنا في هوليود أكبر مراكز السينما العالمية تنتج أفلام تصور فيها النبي صلى الله عليه وسلم صورا لا تليق. هذا جعل بعض العلماء يقولون بأن الاحتفال بهذه الذكرى لم يعد فقط مستحبا، بل أصبح آكدا. لماذا؟ دفاعا على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تكون طقوس الاحتفال؟ طبعا تكون طقوس الاحتفال بإقامة ندوات ومحاضرات لكي نبين للناس تذكير بصور مشرقة بهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبتعاليمه الإسلامية الراقية، لأنه رسول السلام، رسول الأمن، رسول التعاون، وفرصة لكي تتلاقى العائلات فيما بينها من أجل توطيد علاقات صلات الأرحام والمودة والرحمة ونبذ التباغض والكراهية فيما بينهم. ثم نقوم بزيارات إلى أماكن الأيتام، دور الأيتام ودور العجزة ودور الفقراء وحتى السجون، لكي نقدم المساعدة والرحمة، لأن النبي الأكرم هو نبي الرحمة. وخير احتفال بمولده أن ننشر قيم الرحمة في المجتمع. فالقضية فيها خلاف بين العلماء، هناك بعض العلماء خصوصا بالعربية السعودية يمنعون الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم ليس عندهم يوم عطلة ويوم عمل، ولكن لأن تلك البقاع فيها الإسلام بارز وظاهر وكرامة من عند الرحمن. لكن في باقي البلاد الإسلامية يبدأ الإسلام يعيش غربة، ولهذا علينا أن نجدد الإيمان في قلوب الناس،
ونقوم باختيار واقتناص أي فرصة من أجل التذكير بسيرة هذه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وطبعا أفضل ذكريات مولده هو كان يحتفل بذكرى صيام يوم الاثنين. سئل: يا رسول الله، لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أرجو أن ألقى الله فيه. فهذا في مشروعية الاحتفال، والاحتفال كان بصيامه صلى الله عليه وسلم. جميل أن نصوم يوم الاثنين اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وجميل أن العلماء، هذا ليست بدعة، بل حتى لو قلنا بدعة ممكن أن نقول أنها بدعة حسنة، لأن البدعة نوعين، هناك البدعة السيئة والبدعة الحسنة. البدعة السيئة هي التي تقوض أركان الدين وتهدم أحكام الدين، أما البدعة الحسنة فهي التي تقوم بإحياء الدين في قلوب الناس، هي التي تجعل الناس يتشبثون أكثر بدينهم. وسلطان العلماء العز بن عبد السلام كتب في ذلك كتابا ضخما سماه بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، حسنة وسيئة. بل من العلماء ومنهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام من جعل البدعة الحسنة والبدعة الواجبة والبدعة المكروهة والبدعة المستحبة بحسب الأحكام الشرعية. ف احتفالنا نحن بهذه الذكرى يكون بإقامة الندوات والمحاضرات وإقامة الأمسيات القرآنية ومجالس الذكر والمديح واجتماع الأهل والأحباب والزيارات بين العائلات، كل ذلك من مقاصد الدين وبت لروح الإيمان في قلوب الناشئة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. للا وئام، مرحبا بك. الله يرحم بك، مبروك العيد. الله يبارك فيك. لا، هذا لا نسميه عيدا، نسميه ذكرى، لأن نحن عندنا عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا يسمى ذكرى جميلة. أهلها الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. الله يجازيك بخير على هذا البرنامج زوين بزاف، وكيفتح القلب بالناس. انت كاين باش تعي معايا مع الوالدة ديالي مريضة وين معايا يجيبها ربي الشفاء هذا. يا ربي يا كريم. ولا وئام، واحد طريقة جميلة لاستجابة الدعاء وهو أنك ادعي وصلي على النبي، ادعي وصلي على النبي، فإن الصلاة على النبي مثل الحمام الذي يطير في السماء فيحمل الدعوة وتفتح لها أبواب السماء وتصل إلى الرحمن. فاللهم يا ربي يا كريم ببارك للصلاة على النبي، شافي أم وئام، اللهم شافيها وعافيها من كل مرض وسقم. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شافي أم وئام، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشافيها ويعافيها. هذه طريقة ذكرها بعض الصالحين، أنك تدعو وتصلي على النبي والدعوة لا ترد، لأن الصلاة على النبي مقبولة عند الله، وهو القائل جل علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله في سمائه جل علاه يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي. فإذا قلنا أي دعوة وقرناها بالصلاة على النبي فإنها تصل إلى الرحمن ولا ترد بإذن الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.